متابعي اليوم السابع في كل مكان، معكم حسن عبد الغفار من محافظه المنيا، تحديدا مع الدكتور محمد سعد. دكتور محمد سعد صاحب مبادره جميله جدا في مركز ابو قرقاص، بيساعد المرضى المحتاجين من فيروس كورونا اللي مش قادرين يجيبوا العلاج، هو بيوفر لهم العلاج مجاني. معانا دكتور محمد هيحكي لنا على مبادرته وهو عاوز يوصل فيها لحد فين، والمبادرة أساسها إيه وسببها إيه وهو عمل كده ليه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يدوم على كل الناس إن شاء الله الصحة والعافية. والله هو الموضوع بدأ معانا في أول الأزمة بتاعت كورونا، كانت في حاجات كتير مش متوفرة من أدوية ومن مستلزمات ومن من كمامات ومن من جوانت. طبعا احنا يعني سعينا ان احنا في الصيدليات بتاعتنا هنا في بوراس ان احنا نوفر كل الادوية دي لكل الناس. طبعا كان في مغالاة جديدة طبعا في الاول في اسعار الكمامات والادوية الخاصة بالكورونا، تمام. وكانت الناس يعني بتشوف ان موضوع توفير الادوية بتاع الكورونا ده امر مستحيل. احنا يعني اول ما حسينا كده في الاول، يعني ربنا الهمنا يعني في الاول ان احنا اول ما الازمه بدات بتاعه كورونا وفرنا كل الادويه بتاعه الكورونا. طبعا كان في الاول قابلتنا حالات، كانت الناس في الاول طبعا شايفه ان الموضوع صعب جدا، وان يعني الموضوع الاسره اللي كان بيبقى عندها كورونا يعني كنا بنقول نشوف كده الناس ممكن شارع كامل ما تعملش معاها، وكان بيبقى ازمه كبيره في الاول يعني. غير الحمد لله دلوقتي الموضوع بيسالس شويه. طبعا كان في حاله واثنين وثلاثه طبعا بيتكتب لهم الروشتة طبعا عند طبيب المختص، بيبقى مثلا فيها عدد ادويه معينه الناس ما كانتش قادره توفرها. كان في اسر يعني مش مقتدره ان هي توفر روشتة الكورونا، كانت بتبقى رقم كبيره جدا من الكمامات على المواطنين في الاسواق في المصالح. يعني انت نزلت وزعت نزلنا مجاني طبعا. ولا مجاني طبعا. طبعا مجاني. احنا قعدنا حوالي اسبوع قدام الصيدليات بتاعتنا بنوزع، وفي شوارع الجمهوريه. ده من بدايه الازمه. بدايه الازمه طبعا. يعني انت حضرتك بادئ في المبادره اول اسبوع. من اول اسبوع في الازمه أسبوع. يعني من اول اسبوع قبل ما يطبق الحظر اصلا. يعني قبل ما الحظر يشد ويطبق الحظر الكامل والكلام ده. طبعا احنا ما كانش في حد متوفر عنده كمامات ولا جوانتي، ولما كان حد بيبقى متوفر عنده كان بيبقى سعرها يعني فوق الطبيعي. برضو مجموعه الدكاتره اللي معايا ساهموا معايا في حاجه ان احنا كنا اتعاوننا. يعني انتوا كنتوا مجموعه دكاتره ولا كان؟ بص انا معايا تيم دكاتره معايا، ما اقدرش انكرهم لان طبعا ما اقدرش اعمل كل ده لوحدي. ده التيم الدكاتره اللي شغال معانا ساهموا ان احنا كنا بنجيب حتى الكحول ما كانش متوفر، كنا بنجيبه من شركه السكر زي ما بيقولوا عليه، بس طبعا انت عارف تحضيره بياخد وقت وبياخد مجهود. كنا بنحوله من 95% ل 70%. طبعا تيم الدكاتره كله اللي معايا كان بيشتغل، كنا عاملين كده زي يوم كامل زي يعني بنحضر فيه كميه كبيره من الكحول وبنبيعه بنفس سعره. يعني ما بيعرفش يحله، ولما بيروح يحله في مكان تاني كان بيبقى السعر فيه مغالاه. تمام. اقول لي انت طريقه المبادره انت بتعملها ازاي؟ يعني انت بتوزع الحاجات دي ازاي؟ هل اللي بيجي لك الصيدليه مع الروشته والله مش قادر يجيبها، ولا يعني في مجموعه عمل بتتحرك على البيوت، ولا ليها كذا طريقه؟ مش طريقه واحده. يعني الموضوع بدا في الاول كان في اخت فضله ماسكه بيجي على الفيسبوك، تمام، وكان في حاله مش مقتدره ان هي تصرف علاج كورونا، فتواصلت معايا تقول لي في حاله مش قادره تصرف العلاج، وروشتة كانت برقم يعني بصراحه. فطبعا احنا وفرنا لها، يعني مش حابين نتكلم في الحته دي كتير عشان خاطر بس ايه الموضوع ما يبقاش فيه اسماء وكده يعني. طبعا وفرنا لهم العلاج، وكلمنا اكتر من مكان ان هو اي مكان في حد محتاج اي حاجه خاصه بالكورونا، يعني بوكسجين، ادويه، كمامات، جلافز، اي حاجه تمام خاصه بالكوفيد كنا بنوفرها له بدون اي مقابل طالما هو ما عندوش القدره. طبعا عشان خاطر نكسر حده الموضوع الاسعار بتاع الكمامات نزلنا الشارع ووزعناها مجانا. ولا انتوا عارفينهم ولا بتحاولوا توصلوا لهم ازاي؟ بيتواصلوا معانا، تمام. لما بيتواصلوا معانا تمام بنسجل اسمائهم عندنا وبنشوف اللي محتاجينه ايه وبنعمل متابعه معاهم وبنبعت لهم اللازم لحد مكانهم، لان طبعا متابعه الحاله لازم تكون عن طريق طبيب بشري. يعني الدكتور مثلا البشري بيكتب مثلا كورس علاجي واحنا بنتابع معاهم الكورس العلاجي، ووفرنا هنا في الصيدليه عندنا يعني عدد كده من انابيب الاكسجين اللي بيحتاجها كده بدون مقابل،
ووفرنا برضو البالس اكسوميتر، جهاز قياس نسبة الاكسجين، كنا بنطلعه للناس كده برضو بدون اي مقابل يعني. ولما لقينا برضو في مشكلة برضو مع الناس ان مفيش وعي، فاحنا حبينا نحفز الناس على الوعي. نزلنا الشوارع، كنا اللي بنلاقيه لابس كمامة في الشارع كنا بنقابله وبنشكره ان هو لابس الكمامة وعنده وعي والكلام ده. والناس اللي في اماكن فيها ازدحام وبنديهم هدية، يعني هدية رمزية من الصيدلية، بس حاولنا يعني ايه ان احنا يعني نحس الناس على ان يبقى في وعي في استخدام اللي هي متعلقة برضو بأدوات التعقيم. اه طبعا طبعا هاند جيل، كحول، كمامات، جوانتي، كنا في كيس كده تمام خاص باسم الصيدليه وبندي للناس الهديه يعني اللي بنقابلهم ملتزمين. واللي مش ملتزمين برضو كنا بنقابلهم في اماكن مزدحمه، كنا برضو بنديهم هديه من الصيدليه وبنوعيهم وبنديهم ورقه فيها ارشادات ازاي يقوا نفسهم في اماكن الازدحام والاحتكاك بالمواطنين. يعني احنا نقدر نلخص المبادرة نقول ان المبادرة عبارة عن حملات توعية تمام بالإضافة إلى اللي هي الأدوات الخاصة بفيروس كورونا، تمام بيتم توزيعها على المواطنين المحتاجين أو الغير غير قادرين قادرين الغير قادرين اه بالمجان من خلال الروشتة بتاعة الطبيب. طبعا أنت حضرتك عندك مسجل أسماء الناس اللي هم في العزل المنزلي يعني اللي هو بيتواصلوا معاك طبعا كصيدلية. مسجلينهم. طبعا احنا عندنا هنا الواتساب بتاع الصيدلية بيتابعوا معانا عليه، وبنبدأ نرد عليهم. الدكتور اللي بيبقى موجود هنا في الشيفت بيتابع معاه. بتوصلوا لهم الحاجة بتاعتهم طبعا لحد البيت اه بالمجان. مجان طبعا، مجان مش عاوز اكلمك.